زيارة القبور تنقسم إلى ثلاثة أقسام. دي المكابرين كموي كجي مندوالام نجينا ساي وقوان جدوا وبوغورين يديك. الأول زيارة شرعية. مكونغو إن زيارة متي مكاكاي كاكا إسلام دوار. الزيارة الشرعية لابد لها من شروط. شريعة زيارة كاكا إسلام دوار انتيرجي شريعة مارن انتيرجي لازم. الشرط الأول ألا يشد إلى زيارة القبور الرحل، يعني لا يسافر لزيارة القبور، لا يمكن أن يسافر لزيارة القبور. مكونغو شريعة مكونغو إني أو دوارني من أنغاتو كم وك ني أذلي مجو مكابوري ما نجي مكتمل. الشرط الثاني شرط مرارية أن ينوي بهذه الزيارة تذكر الموت. يا كبير نيجي توسكي موك مدي لمنجوك ما نمكابوريني. Ikete chunyi ino ye chunyi ni idwa paro tho. الشرط الثالث أن ينوي بهذه الزيارة الدعاء له وللأموات. Then شرط مرة ديك أني كete chunyi kete gini ye chunyi ni kithi ye bulkucho kithi la munejok mothologo mondobut nyesai omegire. فإن نوى دعاء الأموات من دون الله هذه هي الزيارة الشركية بل الشرك الأكبر. Tokapo nono ni idhi ni dhilamo gimono gini magi konyi kikimoro Tomano en ziyara maraj kine ziyara marishiriki Wa inawa bihadhi ziyara dua Allah inda al-amwad Kan yadu mathalan an yatazawaj mathalan Hadhi ziyara bid'iya Tokapo nono ni en ziyara midhi ni di uwe yugi jo kumotogo Mondo kabeto mondo mi dhako yudu dhako nyathio konyo rekiango Mano en bid'a kine ndi marajbukiki